فقرات حلوة بتناسب يوم الخميس كنهاية الأسبوع إن شاء الله. يا رب التفاصيل أكيد من خلال ضيوفنا، ولكن أيضا مشوار الصباح مستمر معاكم، وأحمد أبو حماد صار جاهز لا إطلاعنا على تفاصيل معينة. خلينا نشوف أحمد مرة ثانية ونصبح عليه. من استديوهات يوم جديد إلى مشوار الصباح، صباح خير يا أحمد وأهلا وسهلا فيك من جديد. نعم شاهد، صباح الخير، وصباح الخير ألكساندرا، صباح الخير لكل مشاهدينا، بنصب عليكم مرة أخرى. طبعا مشاهدينا، أعلنت مديرية الأمن العام عن خطة أمنية وقائية مرورية للتعامل مع كافة السلوكيات السلبية المتزامنة مع إعلان نتائج امتحان شهادة الثانوية العامة. طبعا مشاهدينا، تقوم هذه الخطة على زيادة الانتشار الأمني لكافة المرتبات في الميدان لمراقبة ورصد المخالفات والتعديات على القانون. طبعا مشاهدينا، هذا يؤثر سلبا على سير الحياة العامة للمواطنين. يشارك في هذه الحملة الأمنية جميع مديريات الشرطة بالتعاون مع الأمن الوقائي والبحث الجنائي وإدارة العمليات والسيطرة. طبعا مشاهدينا، راح يكون معنا الآن عطوفة العميد نهض بيك المقابلة، وهو مدير إقليم أمن العاصمة، لحتى يعرفنا أكثر على الخطة الأمنية. سيدي بنقول لك صباح الخير، يعطيك العافية. صباح النور، شكرا لكم على هذا الجهد المتواصل والذي يؤكد حرصكم على وقوفكم دائما مع جهاز الأمن العام. نعم سيدي، يعني في كل مناسبة، في كل حدث من الأحداث، دائما سباقة مديرية الأمن العام توضع الخطط والتجهيزات والاستعدادات لاستقبال أي حدث بصير بالمملكة. اليوم احنا بعد إن شاء الله حوالي ساعتين من النصف من الآن سيتم إعلان نتائج امتحان شهادة الثانوية العامة، الخطة الموجودة من قبلكم للتعامل مع هذه النتائج. سيدي، بداية اسمح لي أن ومن هذا المقام أن نوجه تهنئة وتبريك لأبنائنا الطلبة خريجي التوجيهي. هؤلاء الطلبة هم محط اهتمام جلالة سيدنا، وهم عصب الأمة الذين يعول عليهم الكثير الكثير إن شاء الله. نقدم لهم التهنئة والتبريك بمناسبة نجاحهم إن شاء الله، ونأمل من الله أن يمر هذا الفرح بسعادة وسلام لهم ولأهاليهم ولذويهم ولعشائرهم، وبالتالي لوطن الكريم إن شاء الله. فيما يتعلق في خطة الأمن العام وتحديدا إقليم شرطة العاصمة، منذ أيام قلائل بدأنا وبتكثيف وبجهد ملحوظ من كافة المعنيين في إقليم العاصمة لوضع الخطط الناجعة إن شاء الله، والتي نستطيع من خلالها الحد من الظواهر السلبية في مثل هذه المناسبات السعيدة التي من خلالها المواطن يعبر بعدة أساليب عن فرحه عن سعادته، والتي نأمل أن تكون هذه الأساليب تتفق، والقانون تتفق، وعاداتنا وأخلاقنا تتفق، ومجتمعنا وتتفق مع ديننا الحنيف إن شاء الله. دستورنا يؤيد ويشجع التعبير عن الفرح، ولكن ضمن إطار القوانين وضمن إطار ما هو معمول في بلدنا الحبيب، ونبتعد كليا إن شاء الله عن المظاهر السلبية والتي تؤثر دائما سلبا على مجتمعنا وعلى بلدنا الحبيب. هناك تكثيف للدوريات الراجل والمتحرك، هناك تعاون وتشاركية كاملة إن شاء الله مع كافة الملحقين في إقليم العاصمة من شرطة النجدة وكافة المديريات، وعددها 5 إن شاء الله، ويتواجد في مديرية أو في إقليم العاصمة 27 مركز أمني منتشرات على مساحة العاصمة الحبيبة عمان. سيكون هناك تكثيف ملحوظ من كافة هذه المراكز ومديريات الشرطة ودوريات النجدة، بالإضافة إلى الأجهزة الاستخبارية والتي تعمل عن كثب وتحت الغطاء لمراقبة مثل هذه الأساليب المخالفة للقانون، وهي كثيرة حدث ولا حرج. نذكر منها على سبيل المثال المواكب الخاصة والتي تعيق حركة المرور، نذكر منها على سبيل المثال المشاجرات والتجمعات الغير مشروعة وإزعاج المواطنين، نذكر منها ونؤكد على موضوع إطلاق العيارات النارية التي أدمت القلوب والتي أدمعت العيون. نأمل من الله عز وجل ومن خلالك ومن خلال الغيورين على وطننا الحبيب ومن خلال كافة المتشاركين مع جهاز الأمن العام في أن نقف صفا واحدا منيعا ان شاء الله للحد عن مثل هذه الظواهر السلبيه لا قدر الله. سيدي، حابين نتعرف اكثر على الخطه الامنيه، عن اهم الاجراءات اللي راح يكون في مثلا دوريات ثابته، راح يكون في نقاط متحركه، راح يكون في متابعه لبعض الظواهر السلبيه زي ما حكيت، وايضا الخطه راح تشمل جميع انحاء المملكه الاردنيه الهاشميه، ولاي وقت راح تستمر؟ نعم صحيح سيدي، منذ الصباح الباكر، منذ صباح هذا اليوم المشرق ان شاء الله،
انتشرت دورياتنا الراجلة والمتحركة وفي كافة الأماكن، وإحنا ركزنا بداية على التجمعات التي قد من الممكن أن يكون فيها تجمعات كمديرية التربية والتعليم والمنتشرة في العاصمة عمان وفي كافة المحافظات أيضا. هناك تجمعات في المقاهي، هناك راح يكون تجمعات في بعض الأماكن التي يتواجد فيها الخريجون ليعلنوا عن نجاحاتهم، ليعلنوا عن إن شاء الله اجتيازهم لهذا الامتحان. هذه الأماكن راح تكون هي محط اهتمامنا، راح يكون في انتشار ودوريات ثابتة ومحطات أمنية ثابتة ومنها متحرك، راح يكون في هناك أيضا دوريات تحت الغطاء باللباس المدني حتى نضمن سلامة الجميع، سلامة مواطننا، حتى لا نتأثر سلبا بمثل هذه السلوكيات المخالفة للقانون. نعم سيدي، بنهاية حديثنا حابين توجه لنا نصيحة صباحية. يعني احنا اكيد كنا يوم من الايام طلاب توجيهي، كنا نشعر بالسعادة احنا واهالينا وانبسطنا كثير. حابين يعني توجه نصيحة للتعبير الحضاري عن الفرح والابتعاد عن المخالفات الأمنية والمرورية. والله بداية أنا أحب أن أوجه كلمة إلى أبناء الخريجين، أبناء التوجيهي، هؤلاء الشباب، هؤلاء الرجال، عصب الأمة، محط اهتمام القائد، يعني حتى تكون البداية من خلالهم. هم يريدون الفرح، يريدون السعادة والابتسام، أن يعبروا عن فرحهم. من خلالهم نوجه لهم رسالة إلى ذويهم، إلى عوائلهم، إلى أسرهم، حتى يؤكدوا على عدم ارتكاب أي مخالفة قانونية لا قدر الله تحول فرحهم إلى ترحل وتحول سعادتهم وسرورهم إلى أحزان لا قدر الله. هذه الرسالة نتأمل من الله عز وجل ومن خلال طلابنا ومن خلال شبابنا أن يتعاونوا معنا وأن يقفوا معنا يدا بيد للتشاركية للحد مثل هذه الظواهر، وأن يؤثروا على من حولهم من الأهل والأحبة والأصدقاء والعشيرة، وخاصة الأصدقاء والزملاء الذين هم يعني هم يدا بيد دائما معهم ليؤثروا إيجابا عليهم وليس سلبا بل لا قدر الله. عطوفتك شكرا لك وصباحك سعيد، شكرا على المعلومات الرائعة، وإن شاء الله يعني عم الفرح اليوم بإيجابية وتكون الأمور إن شاء الله كلها تمام. شكرا لك وصباحك سعيد. شكرا لكم ولطاقم البرنامج، بارك الله فيك. طبعا مشاهدينا بنصب عليكم مرة أخرى من دوار الداخلية. طبعا مشاهدينا تهيب مديرية الأمن العام بكافة المواطنين بضرورة الالتزام التام بالقانون وأيضا الابتعاد عن المخالفات الأمنية والمرورية. والآن سنعود لبرنامج يوم جديد وشاهد أيضا معنا على الهواء مباشرة. صباح الخير شاهد مرة أخرى. شكرا لك يا أحمد، يعطيك أكيد ألف عافية ولطاقم مشوار الصباح. وزي ما قلت ما في يمكن كلام على حديث ضيفك الكريم، مش معناته أن الواحد إذا كان سعيد أنه يخالف، ومش معناته إذا كان معصب كمان يخالف. في قوانين لازم أنه نحترمها، وإن شاء الله يا ربي الفرحة والبسمة اليوم تدخل كل بيت أردني وبتستمر أكيد. شكرا لك أحمد، أهلا وسهلا.